تعلمون الزحام الحاصل أثناء الحج، وأريد الحج هذا العام بإذن الله، فهل الأفضل أن أحج متمتع أو قارنا أو مفرد؟ مخير مخير، وتفعل الأسهل عليك، شئت تمتع وإن شئت تقرن وإن شئت تفرد، حسب الأسهل عليك. وإن أردت الأفضل ولو مع المشقة فالتمتع أفضل، ثم القران ثم الإفراد، هذا الأفضلية. نعم.